اللي بيقوله كذب ومش مصدقه. كان بيعيط وهو لابس تيشيرت الزمالك وبيقول أنا ابن النادي. تصريحات مثيرة من نجم نادي الزمالك طارق يحيى عن إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء، مش هتصدق اللي قاله. طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق فاجئ الكل بتصريحات صادمة عن إمام عاشور، خصوصا بعد اللي كشفوا إمام عن كواليس رحيله للنادي الأهلي ورسالته كمان لجماهير الزمالك، وده بعد الانتقادات اللي توجهت ليه في الفترة الأخيرة. طارق رد على تصريحات إمام وقال أنا مش مصدقه، كلام إمام لا يصدقه أحد. إمام كان لابس تيشيرت الزمالك وكان بيعيط وبيقول أنا ابن النادي وبيبوس التيشيرت، ودلوقتي بيقول كلام مختلف، في تغيير 180 درجة في انتماء إمام عاشور. إمام اتسبب في حالة كبيرة من الجدل في الساعات اللي فاتت بعد تصريحاته عن الزمالك والأهلي وكواليس انتقاله للقلعة الحمراء، وقال إمام أنا خرجت من الزمالك وما كانش فيه أي علاقة بالنادي الأهلي وما تكلمش معايا حد، ولما احترفت ما كانش فيه نصيب بسبب صعوبة التأقلم في النادي الجديد، حالتي النفسية ما كانتش تسمح لي إن أكمل المباريات أو إن ألعب لعبي، وده خلاني أفكر في الرحيل عن ميتلاند، لكن في الوقت ده ما حدش اتكلم معايا برضو من النادي الأهلي. إمام كمان اتكلم عن عودته مرة تانية لمصر وقال لما عدت لفترة التأهل بدأ الأهلي يتكلم معايا وهم يعرفوا موقفي، وكنت مرحب وشرف لأي لاعب إنه يلعب بالنادي الأهلي. وقال كمان إمام عاشور دعم اللاعبين ومجلس الإدارة اللي ما قصروش، خلوني أنزل الملعب وأنا في قمة مستوايا وعاوز أموت نفسي في الملعب علشان أسعد الجماهير. وقال كمان إمام دعم لاعبي الأهلي ليا أمر يسعدني، كنت بنزل الملعب ممكن أموت نفسي علشانهم، والكابتن محمود الخطيب من أول يوم ليا في النادي ما قصرش معايا في حاجة ودايما في ظهري وبيقول لي الصح، أنا بحب ألعب تحت الضغوطات ما يفرقش معايا كلام الناس السلبي، أنا أول ما أنزل الملعب والبس تيشيرت الأهلي بقيت ملزم إني لازم أفرح الجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني. على الجانب التاني كان في انتقادات كبيرة لإمام عاشور بسبب تصريحاته، خصوصا إن كان من اللاعبين اللي ليهم مكانة كبيرة عند جمهور الزمالك، ده غير كمان إن إمام كان دايما بيقول على نفسه إنه واحد من الجمهور، وعلشان كده كانت الصفقة اللي محدش ممكن يتوقعها أو يتخيلها إن النادي الأهلي ممكن يفكر فيها. وقال عدد من الجماهير لإمام أنت لسه بتبتدي في النادي الأهلي، بلاش التصريحات اللي بتلعب بيها على مشاعر الجمهور دي، كلنا عارفين إنك زملكاوي والله مهما قلت. لكن إمام عاشور رد كمان على الانتقادات اللي دايما بتتوجه له وقال النجم الكبير لازم يتعرض لانتقادات، ودي حاجة كانت بتديني دفعة في الملعب، كان نفسي أول 90 دقيقة ليا مع الأهلي تكون ببطولة، بس أنا عارف إن البطولة اللي بتروح في الأهلي يجي بدلها 20 بطولة، حصلنا على ثالث العالم والسوبر ولسه فيه بطولات جاية.